اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا اليوم غنحضر معكم ميلفي بطريقه مبسطه وجد سهله للمبتدئات، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا معايا هذه هي ماسا فريسكا ديال ميركادونا، كناخذها وكنصايب بها الملفي، كتجي سهله ولذيذه بزاف، ما فيها لا تمر لا والو. نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه اللي كندير، وان شاء الله غدا نعاودها معكم ملفي ونديروها بطريقه ديال يعني ما نقطعوش لاباط، نخليوها صاينه. كما شفتوا معايا قطعتها قطع بحال هكا وثقبتها بالفورشيت، وغدا نديرها في الفران تحمر. يعني كنشعل على الفران الفوق والتحت، يعني ربع ساعه كتكون موجوده. وندوزو الكريم باتيسير اللي غنحتاجو له 3 البيضات، معلقه ديال الزبده، جوج فانيلا، شويه ديال السكر، مايزينا. غادي نحيدو البيض الصفر، نفرقو البيض الصفر على الابيض. الابيض ما غنحتاجوش، غنخليوه جانبا، غنحتاجوه في للتزيين. غناخدو البيض 3 صفار البيض مع جوج فانيلا، وغادا نديرو هذيك الكميه البسيطه ديال السكر كما تشوفوا معايا، وغادا نطربهم مزيان 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 مزيان. من بعد غنضيف لهم كميه بسيطه ديال الحليب بارد، غنقسم يعني غناخد نصف لتر ديال الحليب، نصف لتر، ويعني غنقسم هذاك نصف لتر، غادا ندير كميه في الحليب بارد في البيض، وكميه غادا نسخنها. مهم البنات تبعوا معايا المراحل، كنطرب مزيان 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 هاد صفار البيض، كندير لي كاع الميكسور حسن باش يطلع لي مزيان ويطلعوا الرغوه ولي ابيض كما غتشوفوا معايا. وغادا نضيف الحليب البارد اللي قلت لكم، من بعد غنضيف مايزينا، وراه غنكون دايره واحد الكميه الحليب كيسخن باش نضيفوه على الكريمه ديالنا، وخاصنا نضيفوه بشويه بشويه باش كما كتعرفوا البيض ما خاصوش باش ما يدارش لنا البيض يطيب، خاصنا نبقاو نضيفوه بشويه بشويه بشويه. من بعد هاد الحليب غنضيف مايزينا، والكميه ديال الزبده ما غنضيفها حتى توجد الكريمه ديالنا باش تجي فيها داك اللمعان رائع وما تكورش. ومن بعد كنغطيوها بالسلوفان ونديروها في الثلاجه، نخليوها تبرد على راحتها كما كتشوفوا معايا. تبعوا معايا المراحل وارجع لكم بعد قليل. Thank you.
من جديد. كما كتشوفوا لاباط ديالنا هي طابت، كنطيبوا على هذا الشكل، ومن بعد كتجي شويه منفوخه. طبعا غنضغطوها، ناخذوا شي حاجه اللي شويه صلبه كنتحكموا فيها وغنضغطوها ونحطوها جانبا كما كتشوفوا معايا. كنستمروا تنصيبوا هاد لاباط ديالنا ميلفي. صراحه هي طريقه هذه احنا المبتدئات كندير هكا، ولكن الناس اللي عندهم خبره في الميلفي كيخليو لاباط كلها مجموعه. كما كتشوفوا هاي الكريم باتيسير ديالنا وزدات، حتى كنحسوا دوك البقاعات ومع التحرك وهذا باش ما تكورش لنا. دابا غنضيفوا لها الزبده باش تعطي داك اللمعان ديالها ونخليوها تبرد، ومن بعد نديروا لها السلوفان ونحطوها في الثلاجه بما توجد لنا، ونوجدوا لاباط ديالنا تكمل. نحركوها مزيان باش ندمج العناصر، ومن بعد نخليها تبرد كما سبق وقلت لكم. يمكن في بلاصه هذيك الزا فانيلا يمكن ديروا العود ديال الفانيلا كيجي ألد، او اللي عزيز عليه نكهه ديال ديال الحامض، يمكن يدير قشور الحامض، او يعني اللي يمكن تاني ديروا واحد تقسموا هاد الكريم باتيسير، ديروا نصها بالشوكولا ونص بالفانيلا، كتجي لذيذه بزاف. ميلفي بالشوكولاته كتجي غزاله، يعني لكم الاختيار على حسب لوغو اللي كيعجبكم او الذوق اللي كيعجبكم. كما غتشوفوا معايا دابا صافي غادي نخليها تبرد، ومن بعد غادي نغطيها بالسلوفان وغنديرها في الثلاجه تبرد. كما كتشوفوا كتجي كريميه ورائعه ولذيذه بزاف 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 صراحه. وقد ما خليتوها يعني بردات الميلفي كتجي لذيذه بهاد الكريمه. صافي غندير لها السلوفان دابا البنات، ومن بعد غادي نديرها في الثلاجه نخليها تبرد على راحتها، ونرجعوا لاباط ديالنا كما كتشوفوا معايا. صافي دار في السلوفان ودار في الثلاجه، صافي نجي لاباط ديال دابا غادي نعمر. يعني يمكن لكم ديروا غير كيس بلاستيكي او هاد، صراحه تيجي زويون ديروا في هذا. جربت هذه اول مره كنجرب هذه، جات زوينه صراحه، غير هو فيها شويه التعب كتخوى دغيا، خاص كل ساعه تبقاي تعمريها. انا نفضل ندير عي كيس بلاستيكي احسن، شو كتجي مقاده. المهم البنات نخليكم مع الطريقه كيفاش كنحضر الميلفي، ونرجع لكم بعد قليل باش نوجدوا الشوكولا ديالنا والكلاصاج. صراحه انا كنفضل نديرها بلا داك السكر كلاصي لان كيجي حلو بزاف، مي انا هاد المره غادي نحاول نجربها. نتمنى ان هاد الفيديو البنات ينال الاعجاب ديالكم، كملوه حتى للاخير، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.